أسبوع مر على اختفاء جمال خاشقجي. تركيا تطلب تفتيش القنصلية السعودية في اسطنبول، وأردوغان يطالب السعوديين بإثبات أدلتهم بأن خاشقجي خرج. هل صار مصير جمال خاشقجي لغزا يستعصي على الحل؟ أهلا بكم مشاهدينا إلى برنامج الخبر بقية. طالب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مسؤولي القنصلية السعودية في اسطنبول بإثبات خروج الصحفي السعودي المختفي جمال خاشقجي منها كما يقولون، وتقديم تسجيلات مصورة تؤكد مغادرته. وفي تصريحات من بودابست شدد أردوغان على أن مسؤولي القنصلية السعودية لا يمكنهم تبرئة ساحتهم عبر القول إن خاشقجي قد غادر القنصلية. قبل هذا استدعت تركيا السفير السعودي في أنقرة لطلب التعاون الكامل من الرياض في تحقيق باختفاء الصحفي جمال خاشقجي. على من يدعي إثبات ادعائه؟ إذا كان قد خرج فيتعين عليكم إثبات ذلك بتسجيلات مصورة، هذا ما عليكم فعله. مسؤولو القنصلية السعودية لا يمكنهم تبرئة ساحتهم عبر القول إنه قد غادر القنصلية، كما أن هناك أشخاصا قدموا من السعودية دخلوا وخرجوا عبر المطار، والنيابة العامة تجري تحقيقاتها وكافة إجراءاتها بهذا الصدد. منذ 7 أيام والادعاء التركي يحقق حول حادثة اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي عقب دخوله مبنى قنصلية بلاده لاستصدار أوراق ثبوتية. السلطات التركية كانت قد طلبت من القنصلية السعودية السماح لها بدخول مبنى القنصلية والتفتيش عن جمال خاشقجي والتأكد من صحة الرواية السعودية بأن جمال خرج عقب دخوله بأقل من ساعة تقريبا حينما أراد استصدار الأوراق الثبوتية، في حين أن القنصلية السعودية كانت قد أعلنت عن وصول فريق أمن سعودي للمشاركة في التحقيقات الجارية إلى جانب السلطات التركية. بينما الخارجية التركية استدعت السفير السعودي للمرة الثانية في أنقرة وأبلغته بأنها في انتظار التعاون الكامل من أجل الوصول إلى نتيجة في التحقيقات الجارية والتحقق من حادثة اختفاء جمال خاشقجي والرواية التي تقول بأنه قتل داخل القنصلية السعودية. أحمد غنام، التلفزيون العربي، من أمام القنصلية السعودية اسطنبول. معنا من لندن سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة هيومن رايتس ووتش. سيدة ويتسن، ما تقييمكم أنتم كمنظمة لمصير جمال خاشقجي حتى الآن؟ حسنا، كان دورنا هو جمع المعلومات والشهادات حول اختفائه وكل مصادر المعلومات التي كانت متوفرة، بالإضافة إلى تقديم توصيات لما يجب أن يتم حتى الآن. ما هي توصياتكم؟ ماذا تقترحون على الدول المسؤولة عن هذا الموضوع، السعودية وتركيا؟ حسنا، في هذه اللحظة بما أن هناك دولتين تعملان في هذا المجال، فإن القنصلية السعودية يجب أن يكون هناك بحث يتم من خلال الشرطة التركية، وأن يكون هناك بحث لمعرفة ما تم ما حدث بالفعل. فنحن نعرف أنه تم اختطاف جمال خاشقجي في داخل القنصلية السعودية، وهذا هام للغاية على الصعيد الدولي، حيث أن السعودية قد خرقت القواعد الدولية، حيث أن السفارات والقنصليات يكون لهم حصانة دبلوماسية بوجودهم في بلاد أخرى، وقد خرقوا هذه القواعد وارتكابهم لجريمة تخرق القانون الدولي. يجب أن يكون هناك تقصي دولي لفهم ما حدث
ولماذا استخدمت السعودية وأساءت استخدام حريتهم واستخدام قنصلياتهم وسفاراتهم حول العالم. سيدة ويتسون، هل تعتقدون أنتم في هيومن رايتس ووش أن ما تعرض له جمال خاشقجي يأتي بسبب كونه صحفيا، يعني محاولة لإسكاته؟ من الواضح أن السيد خاشقجي لم يكن فقط صحفيا ولكنه عمل في الحكومة السعودية لأعوام طويلة، فللنظر لمن كان له ولاء كبير لدولته والذي كان فخورا لأن يكون مواطنا سعوديا، فلم يكن فقط صحفيا برأي حر ومستقل ولكنه أيضا كان وطنيا، ولهذا يجب ألا تترك السعودية أو الدولة السعودية آرائه ولا تعتد بها. كيف تقيمون ردود الفعل الدولية؟ العواصم الغربية تعبر عن القلق ليس إلا. أعتقد أنه كان متوقعا لأنه كان هناك الكثير من التغطية الإعلامية، لأن هذا تم بشكل صادم، تم أخذه للقنصلية بضمانات للسلامة والأمن ثم تم اختطافه، ونحن نسمع الآن عن تقارير أنه قد تم قتله هناك. فهذه قصة مفزعة والتي أثارت الكثير من الإعلام الدولي، ولا أظن أن هناك أي صحيفة أو أي مجال للإعلام لا يتناول هذه القصة. أما بالنسبة لرد فعل الدول كان هذا متوقعا كذلك، لأننا ننتظر الآن تقرير من الحكومة الأمريكية ومن تركيا، لأنهم والسعودية هي العميل وهم المسيطر، ولهذا يمكنهم لا يزالون يعطون الأسلحة للسعودية وهم في نفس الوقت يقومون بخرق السلام والأمن بإقامة حروب في اليمن، وهذا ما لا أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية أو المملكة المتحدة سيصمتون على هذا، لأن هذا سيهدد من وضعهم. شكرا جزيلا سارة ليا ويتسون، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش. معنا من أنقرة ياسين أقطاي، مستشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. سيد أقطاي، بعد أسبوع على اختفاء جمال خاشقجي، ما هي الرواية الرسمية التركية لما جرى؟ الرواية الرسمية الآن على ما جرى هو أن الخاشقجي قد دخل إلى القنصلية ساعة 1:12 ولم يخرج من القنصلية بعد حتى نهاية الآن. هذه هي القصة المؤكدة والمدللة بأن الآن الطرف السعودي يقول يعني هو خرج، ولكن نحن نطلب منه كما قال رجب طيب أردوغان اليوم من بودابشت، قال يعني نريد أن يثبت هذا خروجه من القنصلية. حتى نهاية الآن نحن لا نرى أي حركة من القنصلية كخروج من طرف خاشقجي إلى الخارج، وهو مختطف الآن وهو غائب الآن، لا نرى أي عمل، لأن عندما دخل إلى القنصلية ترك كل أماناته من جوالاته، 3 جوالات وشنطته، إلى خطيبته خديجة والتي كانت تنتظره أمام الباب، وهي لم تراه، يعني لم تراه يخرج من نفس الباب، ولو خرج من باب آخر يعني هذا شيء غير معتاد، يعني لو خرج بطريقة أخرى على سبيل المثال بطريق هذا، طبعا لا بد أن يوضحوا لنا كيف خرج، لماذا خرج من طريقة أخرى بشكل عادي بغير طبيعي بطريقة غير طبيعية. سيد ياسين أقطاي، السعودية تقول إنه خرج من السفارة، هل الموقف الرسمي الآن للجمهورية التركية هو اتهام المملكة العربية السعودية باختطاف جمال خاشقجي؟
نعم الآن يبدو هذا الكلام، يعني لا نحن ننسق بالطرف السعودي، يعني نحن لو يقولوا خرج أهلا وسهلا، ولكن لو بدأ أن يثبتوا كيف خرج، يعني في كاميرات، الكاميرات التي كانوا يسجلوا في البوابة من البداية يعني يظهروا ويثبتوا بأنهم دخل، ولكن سيد ياسين لا شك أنك استمعت، لا شك أنك استمعت إلى، لو سمحت لي أو تسجيلات، نعم لا شك أنك استمعت إلى القنصل السعودي في إسطنبول يقول إن الكاميرات صورت لكنها لم تسجل، وإن خاشقجي خرج من القنصلية. نحن الآن أمام مشكلة، إذن أنتم تقولون دخل ولم يخرج، وهم يقولون دخل وخرج. نحن نثبت بأنهم دخل ونثبت بأنهم لم يخرج، يعني لأن الكاميرات هم في التسجيل حتى الآن، يعني هم دائما، نحن الكاميرات عندما نضع الكاميرات مثل هذا الكاميرات الأمني ليس للمتابعة فقط، للمتابعة لا نحتاج كاميرات، الرجال الحريصين يكفوا للمتابعة، ولكن المتابعة الكاميرات يعني تسجيل، لو لا تسجيل لماذا الكاميرات؟ يعني هذا شيء غير مقنع، يعني لا يقنع، ونحتاج إلى شيء آخر. يعني طيب إذا أصرت السعودية على هذا الموقف وسمحت لكم بدخول وتفتيش القنصلية كما قال ولي العهد السعودي قبل أيام ولم تجدوا شيئا، ماذا يحصل؟ الرجل يظل مفقودا؟ طبعا يظل، سيكون مفقودا وسيكون يعني غائبا الآن. هل قتل جمال خاشقجي؟ سيد ياسين أقطاي، هل قتل جمال خاشقجي؟ أنا طبعا بهذا الموقع أنا لا أستطيع أن أقول هذا قتل أو لا قتل، يعني لا، عشان لأن أقول هو قتل لابد أن أرى قتله، جسده أو شيء من دليل، لا يوجد عندي دليل، لأن المختطف يختلف عن المقتول، يعني والآن مختطف الآن غاب في داخل القنصلية، لا شك غاب هناك ولم يخرج بطريقة عادية، أنا لا أقول هو في القنصلية الآن، ولكن لم يخرج بطريقة نعم، ولكن سيد أقطاي لا شك أيضا أنك لو سمحت لي أنك قرأت خبر وكالة رويترز الذي نسبته إلى مصدرين أمنيين تركيين بأن القناعة لدى تركيا أن الرجل قتل في القنصلية السعودية في إسطنبول. نعم. ما موقفكم أنتم كحكومة تركية من هذه الأنباء؟ مسؤولان تركيان يقولان ذلك. طبعا المسؤولان هم ينقلوها رويترز، هذا ليس بيان رسمي طبعا، الرويترز يعني أخبار غير صحيحة، لا أقول يكذبوا ولا أستطيع أن أكذبهم، لا أستطيع أن أقول يكذبوا، ولكن لا أستطيع أقوله، لا أستطيع أن أؤكد هذا الخبر، يعني هذه الأخبار يختلف عن البيان الرسمي طبعا، يعني من ناحية رسمية أنا كشخص يعني شبه رسمي لا أستطيع أن أقول هذا، ولكن هذا الآن تدخلي في هذا الموضوع ليس بأنني رسمي، بأنني قريب من أستاذ قاشقجي، لأن قاشقجي كان أوصى لخطيبته عشان تخبرني أول ما كان مطلوبة أن تخبر إياه، وأنا عند بعد ما أخبرت تحملت كل المسؤولية عشان أقول كنت أصبحت مداخل في هذا الموضوع. طيب الآن إذا نعود إلى موضوع التعاون، تركيا تطلب التعاون مع السعودية بشأن هذا الموضوع، هل العلاقات بين البلدين متجهة إلى أزمة مثلا؟ هل يمكن لتركيا أن تعلن رسميا أن السعودية غير متعاونة وربما متورطة فيما جرى؟ يعني نتمنى أن يتعاونوا، لماذا لا تكون في أزمة؟ يعني نحن علاقات تركيا والسعودية هي لها علاقات، لها جذور تاريخية، وأنا أعتقد وأتمنى أن لا تتأثر من هذه الحادثة، ونتمنى ربما يكون بعض الأناس يعني لا علاقة لها بالحكومة السعودية، والسعودية تتحمل المسؤولية للمحاكمة أو المراقبة لمن عمل من هل صحيح سيد أقطاي ما نسب إليكم لو حصلت هذه العملية؟ هل صحيح ما نسب إليكم أنكم لم تستبعدوا وجود طرف ثالث مسؤول عن اختفاء خاشقجي؟ هذا لا، هذا عندما سئلت من طرف الروسيا العربي، يعني قناة الروسيا العربي، قالوا يعني هذا لا يفيد هذه العملية، لو حصلت هذا الشيء لا ليس بمصلحة المملكة العربية وليس بمصلحة تركيا، إذن لماذا يعملوا هذا الشيء؟ ربما هل في طرف ثالث الذي مداخل في هذا الأمر؟ أنا قلت لا أستبعد هذا الاحتمال، طبعا عندما يأتي هذا مثل هذه العمليات لا تستبعدوا أي شيء، هذا لا يعني أنا أقول في طرف ثالث، يعني أنا ما قلت
نعم. كذا إلا أنا قلت لا نسق تبعيد إجابة على السؤال. يعني هذا يختلف عن ما للأسف الإعلاميين عندما يأخذ الكلام من سياقه ومن سباقه مقطوعا ويعمل بهذا الطريق يعني الذي يعني بسوء الخط بسوء الفهم. طيب فقط في ثواني لو سمحت، ليس لدي وقت، هل نتوقع إعلان من أجهزة الأمن أو الشرطة التركية عن أي شيء بخصوص خاشقجي قريبا؟ بثواني. طبعا يعني طبعا يعني الآن التحقيقات من قبل المدعي العام الآن هو في كل مسيرته في سرعة المسيرة، ويأتي إن شاء الله بقريب بكل الأدلة وبكل التسجيلات وبكل الذي يقنع. لو في أي رواية من طرف التركيا، رواية التركيا ستثبت بكل الدلائل وما هو مطلوب. يعني أنا أقول أن الدولة السعودية طبعا لا نتهم الدولة السعودية في هذا الأمر، وربما في أحيانا في تركيا كانوا يعملوا بعض العمليات جزء من داخل الدولة الذين كانوا يعتبروا أنفسهم في عمق الدولة أو الدولة العميقة، ولكن على الحكومة على الدولة أن تحاكمهم. يعني نحن شكرا لك، وضحت الفكرة تماما سيد ياسين أقطاي، موقفك واضح. ياسين أقطاي مستشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أنقرة، شكرا جزيلا. مشاهدينا، من أنقرة نتجه إلى واشنطن، حيث دعت صحيفة واشنطن بوست التي كان يكتب فيها جمال خاشقجي إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى مطالبة السعودية بأجوبة بشأن اختفاء خاشقجي الذي يشتبه بأنه قتل، كما وبمعاقبة المملكة في حال عدم تعاونها. في موضوع متصل، حذر السيناتور الأمريكي لينزي جراهام المعروف بقربه من ترامب السعودية من أنه إذا ما تأكدت المعلومات التي تفيد باغتيال خاشقجي فإن العواقب ستكون مدمرة على العلاقات بين البلدين. عن هذا الموضوع ينضم إلينا من أمام مقر صحيفة واشنطن بوست مراسلنا رافد جبوري. رافد، يتزايد الاهتمام الأمريكي بهذا الموضوع. هذا صحيح، وطبعا يعني القوة الدافعة هي الصحيفة التي يقف أمام مبناها الرئيس الواشنطن بوست، كما يعلم الجميع إحدى أهم الصحف الأمريكية المؤثرة، الصحيفة التي أسقطت رئيسا أمريكيا هو ريتشارد نيكسون في سبعينات القرن الماضي بعد كشفها لفضيحة ووترغيت. فلذلك نتحدث يعني عن مؤسسة إعلامية كبيرة كان يكتب فيها جمال خاشقجي، وقد تحدثت رسميا هذه الصحيفة على لسان يعني هيئة تحريرها عن اعتزازها بجمال خاشقجي وبالمعايير المهنية التي قالت أنه كان يتمتع بها وعن حبه للحرية وعن حبه لبلاده السعودية. طبعا يعني خارج الواشنطن بوست أيضا والصحفي مثل توماس فريدمان نيويورك تايمز، صحفي معروف عالميا وأمريكيا، وقد كان يعني في الأعوام الماضية قريبا متعاطفا مروجا إن شئت لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، أيضا الآن يطالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن يتصل بالحكومة السعودية وأن يكشف الحقيقة للشعب الأمريكي. بحسب توماس فريدمان الذي كتب مقالا في نيويورك تايمز يعني يدعو فيه لسلامة جمال خاشقجي الذي عرفه شخصيا ويعبر عن خيبة أمله توماس فريدمان بالنظام السعودي. على أي حال في المقابل نقول من الجانب الرسمي ليس هناك يعني إلى الآن تعليق رسمي من البيت الأبيض. الخارجية الأمريكية كما نعلم وزير الخارجية منشغل بجولة آسيوية تضمن الزيارة لكوريا الشمالية وصاحبته فيها المتحدثة باسم الخارجية، فلذلك الآن ليس هناك رد يعني حكومي من الجانب الحكومة الأمريكية، لكن في الكونغرس طبعا هناك أصوات عديدة تعالت بالإضافة إلى لينزي جرايم الذي ذكرته أنت في مقدمة الخبر. هناك السناتور ماركو روبيو الذي أيضا أعرب عن دعائه لسلامة جمال خاشقجي، ولكنه توعد بأن كل الاحتمالات مفتوحة في الكونغرس إذا ثبت وجود أي سيناريو سيء. شكرا جزيلا. شكرا لك رافد جبوري في واشنطن. مشاهدين، حادثة اختفاء جمال خاشقجي ألقت الضوء على المخاطر التي يواجهها الصحفيون في ممارسة مهامهم. آخر هذه الأحداث لم تكن بعيدة عن تركيا وتحديدا في بلغاريا المجاورة، حيث عثر على جثة الصحفية فيكتوريا مارينوفا في منتزه قرب نهر الدانوب. وكانت الصحفية قد ركزت في آخر حلقة من برنامجها التلفزيوني على قضية فساد محتملة تتعلق بأموال من الاتحاد الأوروبي.
هاتان الحالتان للأسف ليستا معزولتين، ففي هذا العام فقط أحصت منظمة صحفيون بلا حدود عشرات القتلى والمسجونين من الصحفيين والمدونين عبر أنحاء العالم، عدد لا يستهان به من بين هؤلاء موجود في الدول العربية. معنا من الدوحة الكاتب الصحفي معنى البياري. أستاذ معنى، مرة جديدة يدفع الصحفيون ثمن حرية كلمتهم ومواقفهم. جمال خاشقجي اسم آخر على قائمة طويلة. نعم، للأسف يعني الحوادث الكثيرة التي تحدث في الحروب وفي الكوارث نفهمها أو إلى حد ما نتفهم سياقاتها، لكن ما جرى للزميل الأستاذ جمال خاشقجي أمر ملغز وخطير جدا. فالرجل لم يكن في مهمة صحفية ولم يكن في منطقة اشتباك أو قتال، وإنما دخل لإجراء معاملة عادية في قنصلية، يعني في مكان دبلوماسي يفترض فيه كل الحماية والأمن والأمان. بالتأكيد هذه الحادثة ستكون إذا إن شاء الله إذا يعني إذا ثبت لا سمح الله أن مكروها مأساويا جرى للأستاذ جمال، فهذا سيكون يعني حالة سوداء جدا في حال الصحافة العربية وفي مجال حرية التعبير، لأن الرجل لم يكن ليؤذى إلا لأنه كاتب، يعني هو كاتب معروف بمواقفه، كاتب مؤثر على ما يبدو طبعا هو 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 الرجل يكتب في صحيفة دولية كبيرة ويتكلم، وأيضا يعني كان الرجل يعني يتكلم من منطق وطني ومن منطق حب لبلده، كما كثيرين من الصحفيين الذين للأسف غيبوا واعتقلوا وسجنوا. نحن يعني أمام مشهد في مصر أيضا مروع، يعني صحفي مجرد أنه أجرى مقابلة مع مدير مع مسؤول ال يعني مع المسؤول حسابات الأستاذ هشام المستشار هشام جنينة، اعتقل الصحفي لأنه أجرى هذه المقابلة. الصحفي كاتب وباحث إسماعيل الإسكندراني في مصر كان في ندوة في برلين، والرجل ذهب إلى مصر للاطمئنان على والدته، أخذ من المطار لأنه قال كلمتين لم تعجبان السلطات في القاهرة. أيضا هناك يعني حالة الأستاذ تيسير النجار في أبوظبي، والذي لم يقترف شيئا يعني كبيرا سوى أنه يعني كتب منشورا على فيسبوك قبل أعوام، ولكن للأسف حكم بحكم قاسي. طيب أستاذ معن، يعني نحن هذه الأنظمة أمام حالات كثيرة تتوارى، لكن حالة الأستاذ جمال مختلفة. نعم. لا، لذلك أسألك، هذه الأنظمة كيف تفكر أنه يمكن مثلا اغتيال الكلمة؟ إذا راح جمال خاشقجي انتهى صوته، انتهى تأثيره، ألن تظل هذه المهنة مهنة المتاعب صاحبة الجلالة تقدم ضحايا على مذبح حريات الكلمة؟ يعني إذا كانوا يفكرون بأنه إخفاء هذا الصحفي وقتل هذا الصحفي وحبس هذا الكاتب إنما يخفي الحقائق، أمر يخفي الحقائق ويبخس من قيمة الصحافة، هم واهمون، يعني هم واهمون ويضحكون على أنفسهم، سيما في هذا الزمن. نحن الآن يعني أمام ثورة إعلامية رقمية مهولة جدا، والكتابة والنشر والحديث والنقد والأخذ والرد يعني أمر أصبح لا يمكن الحجر عليه إطلاقا. فأن تطارد صحفيا وأن تطارد، نفهم أنه في هناك قضايا نشر، هناك قوانين تنظم حريات الإعلام، هذا مفهوم، لأن هناك في جرائم نشر من ناحية السب والقذف والتجني
يعني نفهمها، هذه قوانين معروفة في كل الدنيا. لكن أما أنه انتقد أداء سياسيا معينا أو أنه أخذ على الوزير الفلاني سلوكا معينا، فهذا أمر مروع بصراحة، مروع جدا جدا. ودعني نعم. أقول مسألة، أن الحال في العالم العربي بصراحة إلى حد ما كان أفضل نسبيا في أواخر التسعينيات وحتى مع 2011. الفظاعة بدأت، الشراسة يعني صار في ارتداد إلى نوع من الشراسة العنيفة مع الثورات المضادة، يعني تواكب هذا الأمر انتهى الوقت مع الثورة المضادة. نعم الثورات المضادة أمام نعم. أمام ردة إعلامية عنيفة. نعم نعم. إجهاض الربيع العربي نعم. أوصلنا إلى ما هو، إلى ما نحن فيه للأسف الشديد. شكرا جزيلا الكاتب الصحفي معنا البياري في الدوحة، والشكر لكم، كونوا بخير.